يقول السائل: إذا نسي الشخص فدعا للميت بعد التكبيرة الثانية ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا يعمل؟ وهل لصلاة الجنازة سجود سهو؟ ليس لها سجود سهو، صلاة الجنازة ليس لها سجود سهو. وإذا نسي فإنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام